السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنعمل ام علي. انا جايبة لكم الملفي، تمام؟ وده عشان نعمل بيه ام علي. هو صراحة يعني هو احلى من الباكت اللي هو بيتباع في اي سوبر ماركت. والمكسرات انا هنا حاطة زبيب وفول ولوز وجوز هند. انت اي بقى مكسرات عندك انت ممكن تحطها. وعندنا لبن ممكن كيلو وشوية، وهندفيه شوية وبعدين هنحط عليه السكر. يعني بقى عايز سكر تقيل سكر خفيف زي ما بتحبوا. هدلوقتي هندفي اللبن ونحط عليه السكر ونيجي نكمل الباقي. دفينا اللبن وحطينا عليه السكر. دلوقتي بقى هنكسر الملفي زي ما هنحطه في البايركس. مش لازم ان صغير قوي، يعني اللبن هيظبط الدنيا. كده كسرناه. هنجيب البايركس بقى او اي حاجة طاجن اي حاجة عندك وهنحط. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنحط اللبن بس هنسيبه بعدها كده بشوية، يعني ممكن دقيقتين، ونرجع نديله كمان ايه شوية كمان بحيث ان كله يتشرب وكله ياخد من اللبن يعني كده. وهنصبر عليه دقيقة ولا حاجة وبعدين نحط. قبل ما نحط بقى نحط المكسرات. احنا ممكن نحط المكسرات بعد ما حطينا كده، او ممكن نحطها قبل ما نحط اللبن كله. هنحط شوية لبن بقى كمان. ممكن بقى تحط معلقتين سمنة او ممكن تحط كريمة يعني، بس هو اصلا انا هحط كريمة. لو مش موجود كريمة زي ما قلت لكم ممكن تحط سمنة عادي، معلقتين وخلاص. هنحطها بس في الفرن، مش هتاخد حاجة، هو بس هياخد لون وخلاص. يعني هو كل حاجة فيه اللبن سخن والملفي مش بياخد حاجة، فهو ياخد بس لون وخلاص.
وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، ما اخدتش 10 دقايق، اقل من كده كمان. يا رب تكون عجبتكم، متنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.